ضرورة لا مناص منها بغض النظر على المسؤوليات التي تحملهم المرأة في المجتمع. مجال الصحة. إذا ولمعرفة أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في هذا المجال، لا بد من طرح جوج ديال التساؤلات. لماذا تتطرف النساء؟ ما هو الدافع؟ وما دورها في تطرف الرجل؟ لأن المرأة تكون وراء تطرف الرجال. لقد أدركت الجماعات الإرهابية أن النساء يشكلن أحد أعمدة المجتمع، وأنه إذا تمكنت من التأثير على المرأة وتجنيدها ستتمكن أيضا من التأثير على المحيط ديالها. فإن كل من حولهم يمكن أن ينجرف مع التيار بسبب تأثير المرأة من خلال دورها المحوري في الأسرة. إذا باش كنبغي نهدم واحد البنية، فشنو هي الطريقة السهلة؟ كنمشي نهدم السواري ديالو. وشنو هما السواري؟ هما المرأة، هي عماد الأسرة وعماد المجتمع. إن جماعات إرهابية تعلم وتستغل كل ضعف، فراغ أو حاجة، فيمكن أن يكون الفقر. إذا لقيت بأن ذاك المنطقة فيها هشاشة اجتماعية للفقر، كتستغل ذاك الفقر باش تدخل منه، وعدم الاستقرار الاجتماعي أو الرغبة في الانتقام لأحد أفراد الأسرة، أو الجهل خاصة فيما يتعلق بتفسير النصوص الدينية. هنا ما نتكلمش لأن حاضر معنا المجلس العلمي في شخصي السيد رئيسي. هناك أسباب أخرى من بينها الهشاشات النفسية، وما أكثرها مع كل اختلالات الأسرية التي أصبح مجتمعنا يعرفها. هذه الاختلالات هي أيضا تربوية قائمة على العنف والتعنيف والأحكام المجتمعية القاسية على المرأة، مما يؤدي إلى النفور والرغبة في الهروب من واقع معاش، ثم الانجراف مع التيارات الواعدة بمجتمع أفضل أو بدولة أفضل. هذا النوع هذا كنسميه التطرف ذو أصل عاطفي، يعني كتعرف بأنك توعد هذوك الأشخاص بأنك غتمشي لواحد البلاد وغادي يكون عندك وغيكون وغيكون وغيكون. هذه بالنسبة للنساء العاديات، بالنسبة للنساء يعني اللي ما وصلوش واحد الدرجة من الثقافة، ولكن مع الأسف كنلقاو بأن هناك نساء مثقفات مشاو في السيارات المتطرفة ولو عندهم واحد الدور كبير في الجماعات الإعلامية. عن تطرف النساء المثقفات يمكن تشبيهه برحلة يتم فيها تداخل المطالب السياسية القانونية مع القناعات الشخصية مع الفشل في تحقيق الذات. أشنو تتعمل هذه الجماعات الإرهابية؟ تتخطى هذوك النساء وكتعطيهم واحد المواقع عندها باش كتبين لها بأنها عطاتها راها عندها واحد الدور تما، بحيث المجتمع ديالها الآخر ما كانش كيعرفها ولا كان كيدافع ولا دونك ما عندكش عمل قولك عمل، ما عندكش قيمة ما نعطيوك مثلا، تتشغلها في استقطاب وراها شبكات التواصل الاجتماعي في الانترنت، وكتعطيها كي كنقولوا الفرنسي واحد لافالوريزاسيون واحد القيمة، وتتبدا ديك المرأة تقوم بالتجنيد واستقطابات عبر شبكات الانترنت. وهنا هادو اللي كيتختاروا كيكونوا متبنيات للفكر المتطرف، وتتعمل على النشر ديالو وتربية الأجيال الشابة على روح الجهاد، وهذا أخطر وأصعب ما يمكن أن تنجح باستراتيجيات في مقاومتها. لأن ملي كتولي تحارب واحد غتحاربو غادي تمشي تقطو غادي تسمعو، ماشي بحال واحد الذي يحمل الفكر المتطرف ومكلف بأنه ينشر وعنده دي تكتيك باش كينشر داك الفكر المتطرف. إذا لهذا قلنا خصنا نأطروا المرأة لتحصينها أولا وتمكينها من المناعة ضد التطرف، بحال واحد الفيروس كيخصك تعطي الإنسان المناعة باش يقاومو. ثم كيف نؤطرها بعد ذلك؟ حنا أطرناها، ولكن من بعد كيف سنؤطرها حتى تصبح قوة موجهة أدفكتور لمحاربة التطرف؟ تتولي ديك المرأة اللي تحصنات كتولي هي كتمشي كتحارب التطرف، مثلا بحال اللي كديروا دابا كاملين، بحال اللي غديروا ان شاء الله من وراء الورشات التكوينيه، فتكون فاعله في التطرف. بالنسبه للتاطير
وضع المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية برنامج الحملة الوطنية للوقاية من التطرف. هذا البرنامج هذا في الأول بحكي لكم بالزبا كان على شكل حملة جهوية، والمنجح الفرع المغربي لمنظمة الأمم المتحدة بغى مع شراكة معنا حملة الإمالة ما نطوروهاش تصبح حملة وطنية، وهذا فعلا ما نقوم به. هذه الحملة هذه كتجلى في جوج ديال الأنشطة، كنعملوا نشاط أولي بحال هذا اللي تيكون ندوة تقطيرية وورشتين تكوينيتين لجمعيات المجتمع المدني أو ما يسمى بتكوين المكونين بالنسبة للناس اللي بغاو حتى هما يبداو يديروا هذه الورشات بطبيعة الحال بشراكة مع المركز. مرحبا، نحن مستعدين، كل واحد بغى يحارب هذه الظاهرة وهذه الآفة حنا نمدوا معاه يدوها. إذا نعود إلى السؤال الثاني، كيف للمرأة أن تصبح موجهة في مجال محاربة التطرف فتكون فاعلة في التغيير؟ كأم أولا يمكن للمرأة أن تعمل ضد التطرف من خلال الدور المحوري الذي تلعبه في تربية أبنائها، لكنني لا أستبعد دور الأب أيضا لعدم حبس المرأة في ذاك الصورة النمطية ديال البيت والأولاد. لا، احنا كنعرفوا بأن المرأة عندنا في مجال الأمن، المرأة عندنا في مجال التربية والتكوين، المرأة في مجال في جميع المجالات، ولكن كيف كاينين هذوك المجالات؟ دور المرأة التي تربي لا يقل أهمية عن المرأة التي تعمل. هذاك خصنا نعتبروه عمل، ومدى بنا إن شاء الله في المستقبل أن تلك المرأة التي تربي تبدا تعوض التهيئة لهذيك التربية وتعرف الدولة بقيمة هذيك التربية اللي كتعطيها للأبناء ديالها. قلنا في المغرب تعمل المرأة في شتى المجالات، وكنقولوا بأن اللي كتعطي واحد التربية كيخصها تكون التربية أولا منفتحة معتدلة متشبعة بقيم التسامح والقبول بالآخر، ماشي واحد ما كيشبهليش خصني نرفضو، راه ما كايناش غير أنا في الدنيا أولا بالمعتقدات ديالي، الله خلق البشر على اختلافاته كيخصنا نتقبلوهم. المجتمع فيه جميع الناس، ما نحسبش نفسي بأنني أنا أفضل بأفكاري. إذا والقبول بالآخر رغم اختلافه واحترام خصوصيات الأشخاص وعدم إعطاء الحق في إصدار الأحكام على الآخرين، هذه راه حرام حتى في الدين، لأن اللي كيحكم هذه الناس هو الله سبحانه وتعالى. أما أن أصدر أحكاما هذا وأكفر من أكفر وأزين من أزين هذا حرام، يعني كيخصنا نربي ولادنا على هذا القبول في الآخر. وللأسف نلاحظ في مجتمعاتنا من أجل إحنا والمجتمعات الغربية أيضا استقالة الأمهات والآباء من تربية أبنائهم. راه ماشي حيت خرجت نخدم خصني نعمل تربية الأبناء. في الأخر الإنسان منين غادي يجي يموت ويشوف شنو دار هذوك الدراري ديالو، واش قدرهم فعلا، واش قدر الأمانة ديالو على أحسن وجه. إذا كان أداها غيبا ولا ما أداهاش غادي يبان. صحيح أن المجتمع فيه بعض الحاجات اللي كتخسر الدراري، ولكن الإنسان يحاول ما أمكن يكون حاضر مع ولادو. إذا كون يكتف في الإنترنت نتبعو، نعرف شنو كاين، مع من كيتواصل إلى آخره. إذا هذا الكلام هذا كثير وغادي نطرقوا في الورشات إن شاء الله. قلنا هذا الشيء كله كيؤدي إلى نزوح الأبناء نحو التيارات المتطرفة التي تستغل ذلك الفراغ والهشاشات النفسية. بطبيعة الحال واحد طفل أو طفلة اللي كيحس بالإهمال ضد والديه أو لا فراق والديه أو لا أو لا أو لا بدا كتكون عنده هشاشات نفسية، وهنا هذوك الناس اللي كيستقطبوا راهم حامين عينيهم. راه كيف حنا عندنا اليقظة حتى هما غادين البال كيقلبوا في اللي دخلوا وشكون اللي غادي يديروا. إذا قلنا كل هذا لا يعفي الآباء والأمهات من الإلمام، وباش نحاربوا هادشي خصنا الإلمام بمؤشرات التطرف. نعرف ملي نكون كنراقب، نعرف أشناهي المؤشرات اللي كتبان على الشاب أو الشابة اللي كيبداو التطرف قبل ما يدوز المرحلة ديال التنفيذ. كاينين واحد مجموعة المؤشرات وهنا ما غندخلش لأن ما غاديش نزيد نتوسع في هادي، لأن كاينين ورشات تكوينية اللي كنعطيو فيهم هاد المؤشرات هادو باش كتعرف الأم العلامات ديال التطرف كتولي حاضية معاها، كتولي عندها داك ليطا دو فيك كنقولو ليطا ديال اليقظة.